بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس التاسع بعد المئة الثانية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الكلام على الحقيقة والمجاز في اللغات فيقول: ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن ذلك عرف بالحس والعقل فوضعت له الأمم الأسماء، لأن التعبير يتبع التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع، لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم. ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم. وإن اختلفت اللغات قد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية، والجميع كلام الله. قد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. بالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده. بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز. وهذا متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له، يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا. فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. وذلك أنهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل من أجلها. فالأول مثل لفظ
الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب ثم صار في عرف الناس من ذوات في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالث مثل لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله، والضعينة اسم للدابة، ثم سموا المرأة التي تركب الدابة باسمها ونظائر ذلك. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطأوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب، ثم هم يعلمون ويقولون أنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرف، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع. فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. قد أطال الشيخ في هذا الموضوع، وهو إنكار أن يكون في اللغة العربية حقيقة ومجاز بهذا التقسيم، وذلك لأمور: أولاً أن هذا التقسيم لا دليل عليه، ثانياً أنه لم يعرف عن أحد من المتقدمين، لا من أئمة اللغة ولا من أئمة الفقه، ثالثاً أن هذا التقسيم لا يصح إلا إذا علم أصل وضع اللغة، وأنه حدد للألفاظ معاني ومسميات، إذا استعملت فيها فذلك الاستعمال حقيقة، وإذا استعملت في غيرها فذلك الاستعمال مجاز. ومن يثبت هذا التحديد؟ حيث رجح الشيخ رحمه الله أن اللغات ليست توقيفية حتى تتم هذه الدعوة، وذكر لذلك أمثلة، وأجاب عن احتجاج من احتج بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، بأنه ليس المراد تعليمه أسماء كل شيء إلى أن تقوم الساعة، وإنما علمه أسماء أشياء معينة. اختلف المفسرون في تحديدها، وعليه فلا حجة مع من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فيكون هذا التقسيم باطلا. وهذا هو المقصود، وبهذا القدر نكتفي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.